زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر يتهم القضاء العراقي بالتغاضي عن أفعال ثلث المعطل في الحكومة. الصدر شدد في كلمة له على عدم عودة العراق إلى مربع المحاصصة والفساد، في تصريح يعكس بوضوح إصراره على مبدأ تشكيل حكومة أغلبية تكون بعيدة عن المحاصصة التي كانت السمة الرئيسية لحكومة العراق السابقة. فما الذي تؤشر إليه هذه التصريحات الأخيرة للصدر؟ وهل بدأ صبره ينفد؟ وما سبيل حل الانسداد السياسي في البلاد؟ ضيفنا من بغداد الليلة عميد، كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، الدكتور خالد عبد الإله. دكتور خالد، أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات العراقية قبل أشهر وزعيم التيار الصدري متمسك بحكومة أغلبية بعيدة كل البعد عن المحاصصة، واستمعنا إلى ذلك وقرأنا تغريدات كثيرة حول ذلك، لكن هل بإمكانه بتقديركم الاستمرار في ذلك مع استمرار الانسداد السياسي في البلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير ست شانتيل، وتحياتي لك مره ثانيه في غرفه الاخبار، وشاكر لهذه الاستضافه ولجميع مشاهدي قناه سكاي نيوز العربيه. بالتاكيد انا اتوقع اليوم الحديث عن مشروع الاغلبيه السياسيه اللي طرحها السيد مقتدى الصدر في اكثر من مناسبه، لا سيما في انتخابات المبكره، انتخابات تشرين، هو دليل اساسي ليس فقط للسيد مقتدى الصدر وانما لجميع من يتحدثون سواء كان في المستوى الشعبي او في المستوى الاكاديمي. تصحيح مسار النظام البرلماني هو مهم جدا في العراق. مسألة مؤسسات العدالة الانتقالية التي فشلنا في عملية إدارتها في الدورة التشريعية الأولى، ومن ثم تعكزنا على الديمقراطية التوافقية التي لم تنتج نظاما سياسيا يمكن من خلاله نتحدث عن محاربة الفساد الإداري وتقديم الخدمات، بل تحولنا من بناء دولة إلى بناء سلطة، وسلطة فئوية وحزبية وكتلوية وطائفية وقومية ومذهبية. هذه معادلة نتوقع في انتخابات تشرين، وقبل انتخابات تشرين كانت تظاهرات تشرين في عام 2019 التي نادت بالإصلاح وبناء نظام سياسي وبناء دولة المؤسسات والقانون، بناء دولة المواطنة الحقيقية التي يجد فيه المواطن العراقي كرامته وعزته وعيشه. وبالتأكيد هذه المعادلات هي التي غيرت وبدلت ودفعت بالحكومة الدكتور حادل عبد المهدي لتقديم الاستقالة بناء على أيضا دعوة المرجعية الدينية الرشيدة في ذلك الوقت. المعادلة العراقية أنا باعتقادي تستلزم أن يكون هنالك فريقين، فريق حكومي له مشروعه الأغلبية السياسية وفريق معارض. لكن في العراق لم تتبلور فكرة المعارضة السياسية للأسف الشديد، بكون أن المكسب السياسي لحزب سياسي لكتلة سياسية هو يدخل في من باب السلطة التنفيذية، وهذه مشكلة كبيرة جدا. لكن مسلمات وأدوات وقيم الديمقراطية تؤكد على أن السلطة التشريعية هي الأساس في إطار النظام البرلماني، وهذه التجربة البريطانية خير دليل على ذلك. لذلك أنا أتوقع مشروع السيد الصدر مشروع أنا أتوقع فيه أبعاد كثيرة، لا يريد أن يكرر الأخطاء، يريد أن يقرب الصورة، صورة الحكم إلى صورة المواطن العراقي، أن تذهب كل مقدمات أو كل مخرجات السلطة التنفيذية لصالح خدمة المواطن العراقي، وهذه هي النتيجة حقيقية يريدها المواطن العراقي اليوم في إطار الآونة الأخيرة من أزمات متلاحقة ومتعاقبة دفع ثمنها ضريبة، سواء كان في إطار الإرهاب وسيطرة تنظيم داعش على ثلث مساحة العراق، أو الفساد الذي ينهب أمواله بشكل يومي وخطير جدا. لذلك أنا أتوقع معادلة التصحيح مهمة جدا، تستلزم أن تكون هنالك تنازلات متبادلة والتخلي عن لغة العناد السياسي والحديث عن مقاربات حقيقية من أي نوع؟ تسهم في تصحيح هذه المعادلة السياسية بالعراق. البعض اليوم ربط هذه التصريحات الأخيرة لسيد الصدر بالمحاولات العدة اللي تابعناها خلال الفترة الماضية من قبل عدة أطراف عراقية لتقريب وجهات النظر وإنهاء حالة الانسداد السياسي. البعض يقول أنه اليوم مقتدى الصدر يتحدث مباشرة بعد ترحيب قوى الإطار التنسيقي بمبادرة النواب المستقلين بالإتيان يعني شخصية مستقلة على رأس هذه الحكومة. أنا بدي أسمع رأيك في هذا الإطار، وبدي أعرف أيضا أين تكمن المشكلة في هذه الشخصية المستقلة لرئاسة الحكومة المقبلة، أم أنه في خيوط يعني غير واضحة في هذا الطرح دكتور؟
يعني أول شيء السيد مرتضى الصدر دعا المستقلون لأكثر من مرة لمساندته في عملية الحديث عن انعقاد جلسة مجلس النواب ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية، لم تتحقق في شهر شباط ولم تتحقق في شهر مارس، ووصلنا إلى مرحلة بأن السيد مقتدى الصدر يتجه بدعوة قوى الإطار التنسيقي ليأخذوا دورهم في عملية تشكيل الحكومة. وبعد انتهاء فترة 40 يوم تحدث السيد مقتدى الصدر بمبادرة، وهي أن يجتمع المستقلون في البرلمان العراقي والذين يقارب عددهم 40 نائب لتشكيل كتلة تنضوي تحت التحالف الثلاثي تحالف إنقاذ وطن. وبالتأكيد كانت هنالك مبادرات الحديث عن تجميع هذه الكتلة، وكنا نتحدث بشكل حقيقي وموضعي من الصعوبة جدا أن يكون هنالك لملمة للمستقلين أو ترتيب الأوراق بالطريقة التي يمكن من خلالها أن تنتج كتلة، لأن هنالك اختلافات في وجهات النظر وفي إطار المقاربات الواضحة في عملية تشكيل الحكومة. بالنتيجة سيد مقتدى الصدر تحدث بشكل حقيقي وواضح بأنه سوف لا يكون جزءا أساسيا في بنية تشكيل هذه الحكومة، بمعنى أنه سوف يسهم في صياغة البرنامج الحكومي لكن لا ليس له دور في عملية من يمثله داخل هذه الكابينة الوزارية، مثل أن يعطي ضمانات لقوى الإطار التنسيق أو الآخرين الذين لا يرغبوا بمشروع الأغلبية السياسية. وهذه كانت حقيقة. مبادرة الإطار كانت تتجه باتجاه المستقلون أيضا، بمعنى أنهم يكون لهم دور كبير جدا في عملية تشكيل الحكومة، بمعنى أنهم يختارون الشخص المحايد المستقل. وبالتأكيد كانت هنالك اختلافات في وجهات النظر، لكن كلا المسارين دعوة السيد مقتدى الصدر والإطار التنسيقي كانت تتجه إلى المستقلون، والكل كان يعرف حقيقة بأن المستقلون لا يستطيعون أن يدلوا بدلوهم في عملية إخراج انتخاب رئيس الجمهورية أو تشكيل الحكومة إذا لم يعطوا لهم ضمانات أو فرصة كبيرة جدا بهذا الخصوص للتنسيق وترتيب أوراقهم. وبالتأكيد لم يستطيعوا أن يحققوا على هذا الجانب. لذلك أنا أتوقع السيد مقتدى الصدر اليوم أراد أن يتحدث بخطاب واضح وشفاف إلى الشعب العراقي، وبالتأكيد قال بشكل واضح بأن مسألة الفساد الإداري والخوف والفقر والبطالة وإلى آخره تتحملها القوى السياسية العراقية، وبالتأكيد هنالك معادلة جديدة سوف تدفع السيد مقتدى الصدر للاتجاه إلى مسار المعارضة كخط أول، ومن ثم قد يكون النزول إلى وهذا الشارع. وهذا ما اعتبره البعض يعني نسف من قبل السيد الصدر لجميع المبادرات اللي كانت مقدمة للخروج لربما من حالة الانسداد اللي يعيشه البلد. هل ما نعيشه اليوم دكتور خالد عبد الإله يأخذنا إلى خيار حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة جديدة؟ يعني من الصعوبة جدا أن نتحدث عن هذا الحل. يعني المحكمة الاتحادية تحدثت عندما صادقت على نتائج انتخابات تشرين، طالبت بأن يكون هنالك تعديل لقانون الانتخابات، توفير تخصيصات المالية، ليست لدينا موازنة، صعوبات كبيرة جدا نتحدث عنها. هل سوف يذهب المواطن مرة ثانية وينتخب مجلس نواب عراقي؟ هذه المعادلة أيضا معادلة صعبة جدا أن تتحقق على صعيد الواقع بالأرقام، تخصيصات المالية، استعداد المفوضية، جانب اللوجستي، كلها مسائل مهمة جدا يجب أن نتحدث عنها وتدركها القوى السياسية العراقية، ولكنها يتم تسريبها بين الحين والآخر كأوراق ضغط على الأطراف الأخرى من أجل أن يكون هنالك تقديم لبعض المبادرات أو الحلول أو التنازلات أو الوصول إلى مقاربات واضحة في عملية الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. ولكن أنا أتوقع السيد مقتدى الصدر اليوم وضع النقاط على الحروف وتحدث بشكل موضوعي بأن مسألة الأغلبية السياسية الوطنية هي جزء أساسي من مشروع التيار الصدري، هذه نقطة. والنقطة الثانية دعا القوى المنضوية في تحالف الثلاثي، ويقصد منه تحالف السيادة وأيضا الحزب الديمقراطي، إلى الحوار والتفاهم مع القوى السياسية الأخرى من أجل تشكيل الحكومة، بمعنى أنه أعطى خيار الاستقلال لتياره من ناحية، والناحية الثانية أعطى الحرية للآخرين في إطار عملية تشكيل حكومة خلال 30 يوم. إذا لم يستطيعوا أن يشكلوا الحكومة فبالتأكيد قد يدفع التيار الصدري إلى خيارات وبدائل، منها مثل ما قلت النزول إلى الشارع. شكرا جزيلا لقراءة ضيفنا من بغداد عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور خالد عبد الإله. شكرا.